السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد Spanning Tree Protocol Compilation Part 2 لللاب بتاعنا. بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل لاب 9، وكذلك هنحل ال Challenging Test. وفي ال Challenging Test هنلم كافة مسائل ال Spanning Tree Protocol اللي بتيجي في الامتحان الدولي ال 220. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا شباب، بيقول لك Configure Port Fast. هو أنا طبعا نفس التوبولوجي برضو، بيقول لك Configure Port Fast on all the access ports for each switch. ايه هو البورت فاست؟ منتهى البساطه، لو انا عندي سويتش كده على البورت ده، وصلت البورت ده للبي سي، تمام، فالبورت ده المفترض هيقعد 15 ثانيه في الليسننج، وايه، و15 ثانيه في الايه، في الليرننج، صح ولا لا؟ طيب انا عايز اسكيب الديوريشنز دي، يعني انا عايز اول ما بلاج الكيبل يقوم يتنقل على طول البورت الى وضعيه الفوروردنج، تمام. فده بيحصل بيه ان انا اكونفيجر البورت فاست على الاكسس بورتس. طبعا طبعا اياك تعمل البورت فاست على لينكات رايحه للسويتشات، تمام، واصلا كده كده مش هتعرف تعمل القصه دي، لان اللينكات اللي رايحه للسويتشات المفترض انت عاملها ترانك، والبورت فاست ما بيتعملش الا على الاكسس بورتس فقط، تمام كده. طيب ده كلام جميل. البي بي دي جارد، انا عايزك تشغل البي بي دي يو guard on all access ports for each switch. طبعا انا عايز اعدل الـ يعني ايه on all access ports دي، يعني هنعملها على ports معينه مش on all access ports، تمام، لان الفيديو جارد انا اصلا عندي في الديزاين السويتشات رايحه لبعضها كده، فانا لو جيت عملت بس السويتش ده على كل الports بي بي ديو جارد، اوكي، فهو اصلا كده كده بيستلم بي بي ديو من السوبيريور بي بي ديو من الروت بريدج، فكده البورت هيقفل. لا، انا هعمل البي بي دي جارد على سام بورتس، ولازم تكون البورتس دي مش ترانكس، لازم تكون البورتس دي مش اي ترانكس. البي بي دي جارد ده تعمل على الاكسس بورتس، تمام. بس ثواني، هو ما قالش على فكره اول بورتس، هو قال اول اكسس بورتس. طيب كده الكلام بقى منطقي اكتر، ان ما ينفعش اصلا البي بي دي جارد دي يعملها على اللينكات الابلينك اصلا، تمام. طيب اوكي، احنا هنعملها على الاول اكسس بورتس مش مشكله. والابلينك فاست عايزين نينيبل الابلينك فاست على السويتشات اللي هي في الليفت سايد، on all switches on left side. فطبعا يا جماعه الابلينك فاست، عشان اعيده كده ايه بسرعه، لو انا مثلا عندي السويتشات دي مثلا متوصله ببعضها، وده مثلا الاي الروت، تمام، وهعتبر ان البورت ده البلاجد، اوكي. الابلينك فاست بيتكلم عن ايه؟ ان السويتش ده لو فقد الاتصال بالروت، بيقول المفترض عشان يحرك البورت ده من الليسننج للليرننج، من البلوك مود للليسننج للليرننج، بيقعد كام؟ المفترض 50 ثانيه. ولكن في حاله ان انا الابلينك فاست بقى، ان انا بقول للسويتش لو انت فقدت استلام البي بي دي يو من الروت، يعني انت فقدت الاتصال بالروت من هذا اللينك، immediately افتح البورت ده، immediately افتح البورت ده، ده الابلينك فاست، تمام. ده كلام جميل. بعد كده بيقول لك كونفيجر لوب جارد اون اول سويتشز، طيب، وكونفيجر الروت جارد اون بورت ايثرنيت/1 اون اول اكسس اون ايتش اكسس سويتش. طبعا الابلينك فاست انا هعمله على الليفت سايد مش الرايت سايد، لان الرايت سايد عليه الار اس تي بي، والار اس تي بي باي ديفولت بي انيبل، بيشتغل بميكانيزم الابلينك الابلينك فاست، تمام. طيب كلام جميل. هروح الى سويتش 1، ابدا احط الاي كونفيجريشن بتاعتي، انيبل كونفتي سبانينج تري. اول حاجه هعملها ايه؟ البورت فاست. البورت فاست ممكن انزل تحت كل انترفيس اكسس واعمله كبورت فاست، تمام، ولكن انا ممكن اعمل هنا سبانينج تري بورت فاست ديفولت. ديفولت بمعنى ايه؟ ان انا هعمل سبانينج تري بورت فاست ديفولت. ديفولت يعني انا هانيبل بورت فاست باي ديفولت اون اول اكسس بورتس، اون اول اكسس بورتس ديفولت، تمام. كلام جميل. خلي بالك بيقول لك this command enables port fast by default on all interfaces. You should now disable port fast explicitly on switch ports. يعني انت you should now disable، انت دلوقتي لازم disable port fast on switched ports leading to hubs, switches and bridges.
يعني لو البورت هيروح للهاب او سويتش ابريدج ما ينفعش ان انت تشغل البورت فاست، اعمله ديسيبل على طول. تمام، طبعا هو بيحذرك لان لو بورت فاست انت يعتبر لغيت السبانينج تري بروتوكول على البورت. تمام، فبالتالي البورت مش هيخش في عمليه السبانينج تري. الموضع ده يكون خطر جدا في حاله ان البورت ده از ابلينك، يعني البورت ده بيؤدي التيرمينيشن بتاعه، يعني الكيبل بتاعه بيرمي على سويتش مش بي سي. تمام، كلام جميل. طبعا انا البورت فاست ده انا عايز اعمله على الاكسس بورتس اللي بتروح لبي سيز. اوكي، بعدين هعمل سبانينج تري بورت فاست بي بي ديو جارد، بي بي ديو جارد ديفولت. دلوقتي انا هفعل بي بي ديو جارد على كل البورت فاست بورتس. تمام، كلام جميل جدا. وبعدين سبانينج تري ابلينك فاست، وبعدين سبانينج تري لوب spanning tree loop guard default على كل البورتس هفعل اللوب جارد. ما فضلش اعتقد حاجه تانية. تعالوا ننزل الى سويتش 3 مثلا. قبل ما اروح لسويتش 3، قبل يعني ما ابدا configuration spanning tree، هعمل show vlan brief فاتاكد ان ايثرنت 1 ل 0 داخل vlan 10، برضه داخل vlan 20. طيب اوكي، 1 ل 0 switch port mode access switch port access vlan 10 وشو فيلان بريف. اها، داخل فعلا. تمام كده فيلان 10، كلام جميل. تعالوا بقى نبدا configuration spanning tree port first default. okay, spanning tree spanning tree ppdu ppdu guard لا port first ppdu p. الموضوع رخم جدا في ppdu دي. pp ppoc ppin ماشي، بي بي ديو جارد ديفولت. اها، سبانينج تري لوب جارد ديفولت ان اول بورتس، ديفولت يعني ان اول بورتس. سبانينج تري ابلينك فاست. اها، كلام جميل. طيب لو انا شلت اللينك اللي من الاي تي ورحت وصلت سويتش تمام، وصله على 1 سلاش 0، على 1 سلاش 0. اها، صار هنا المفترض هيستلم بي بي ديو من اي او يو 1، صح ولا لا؟ المفترض يقفل البورت لان انا فعلت بي بي ديو جارد على كل البورتس. تعالوا نشوف كده. اها، يقولك ريسيف دي بي بي ديو اون بورت ديسيبلينج بورت، امبورت ايثرنت 1 سلاش 0 ديسيبلينج بورت. تمام، بالمناسبه هو هيحط برضو البورت في وضعيه الاير ديسيبل. تمام، يعني انت عشان تفتحه اوكي تعمل شوت داون نو شوت داون، او ممكن تعمل اوتو ريكفري، تعمل اير ديسيبل ريكفري، بس انت هتعمل الكوز ايه بي بي ديو جارد. تمام، وبعدين اير ديسيبل ريكفري بي بي ديو لا ريكفري انترفل 30 ثانيه مثلا، هتدي له 30 ثانيه. اوكي، يعني كل 30 ثانيه هعمل اتمشن، يعني هيعمل محاوله في انه يبرينج الايه، يبرينج الانترفيس اب. هوصل هنا الانترفيس على الاي تي. تاني المفترض يفتح، المفترض ان هو يفتح لان الاي تي عندي ما بيت ما يعني اي بي سي ما بيبعتش بي بي ديو. anyway انا كده بقى ايه، هستنى لحد بقى ايه ما يخلص الدنيا بتاعته. بس تعالوا كده نروح على سويتش 2 سبانينج الاول، بس شو فيلان بريف. المفترض ده هيكون رايح على فيلان 10 صح؟ طيب انترفيس كونف تي انترفيس فيلان انترفيس ايثرنت 1 سلاش 0 سويتش بورت اكسس فيلان 20. تمام، وبعدين سبانينج تري سبانينج تري ابلينك فاست ابلينك فاست. اها، سبانينج تري ممكن نعمل الباك بون فاست برضو. الباك بون فاست الباك بون فاست في حالة ايه بقى؟ في حالة ان انا لو انا عندي، تعالوا كده نفتح الديزاين هنا عشان بدل ما نقعد نرسم. بفرض ان ده البلوكت وده الروت، الابلينك فاست ان انا بتكلم في حالة ان ده ايه؟ ده قفل، يفتح البلوك ده على طول. لكن في حالة ان ده قطع، تمام، السويتش ده هيقوم باعت السويتش 3، هيقوم فاكر نفسه ده الروت، لان هو ما بيستلمش دلوقتي، ما بقاش بيستلم بيديو من الروت ولا بيستلم من الناحيه دي، لان البورت ده ايه بلوكد، ما بيستلمش من الناحيه دي لان البورت ده بلوكد. تمام، فهيقوم باعت سوبيريور بي بي ديو لسويتش 2، هيقول لسويتش 2 انا الروت. فسويتش 2 المفترض باي ديفولت هيستنى الماكس ايج، هي الماكس ايه يعني فتره زمنيه الماكس ايج. لو انا جيت عملت دو شو سبانينج تري الماكس ايج 20 سكند،
20 ثانية. تمام، طيب كلام جميل جدا. هيستنى الايه الماكس ايج، الفتره هيستنى 20 ثانيه، عمال يستقبل كل شويه اي بي بي ديو تمام من سويتش 3، بس اول ما تعدي ال 20 ثانيه هيقوم فاتح البلوك بورد يحوله الى ديزيجنيتد، ويقوم مفرود الروت بي بي ديو بتاعت او سوبيريور بي بي ديو بتاعت الروت الى سويتش 3. فسويتش 3 ما يقارن البي بي ديو بتاعته والبرايورتي بتاعته البرايورتي بتاعت الروت، هيدرك ان الروت البرايورتي بتاعته اقل، ويقول خلاص اذا انت الروت تمام، فالبورت ده يكون روت. لكن انا هستنى كده 20 سكند، هستنى 20 ثانيه. فالباك بون فاست بيقول لك ان انا في حاله سويتش 2 استلم على البلاك بورت superior port من superior PBDU من switch 3، فهذا معناه ان switch 3 فقد الاتصال اصلا من ايه بالروت، لانه لو ما فقدش الاتصال بالروت اصلا مش هيطلع superior PBDU من عنده، صح ولا لا؟ المفترض هيفرود السوبيريور بي بي ديو بتاعت الروت للبلوج، لكن هو دلوقتي بيطلع سوبيريور بي بي ديو من عنده هو. سويتش 3 بيقول انا الروت، مش سويتش 1 هو الروت. تمام، هنا سويتش 2 بيقول immediately هحول البلوج بورد الى فوروردنج بورت. ده الباك بون فاست، وده الفرق ما بينه وما بين الايه الابلينك فاست. طيب كلام جميل قوي. فتعالوا نعمل نفعل الخاصيتين على سويتش 2 مثلا، سبانينج تري باك بون فاست، وبعدين هو بيقول لك اصلا اللي هو is already enabled. طيب كلام جميل قوي، spanning tree uplink fast وبعدين is already enabled. هو انا عملت configuration على switch 2 ولا ايه؟ اوكي ايه انا عملته ولا لا؟ عملتوش ولا ايه؟ محترم ما عملتوش. لو جيت عملت دوش ورن spanning tree باك بون ابلينك، يا اوكي ماشي، هو داخل هنا. بس هل هو داخل كده باي ديفولت يعني فعلا؟ يعني اصلا مش فاكر ان انا عملت في فيديو. ماشي، ممكن اكون انا مصاب. بيقول لي از اوريدي، ان هم متدخلين اوريدي، بس لكن يعني قلت ممكن يكون باي ديفولت، لكن سويتش 4 بصيت فيه لقيته لا. حتى سويتش 3 لو كان باي ديفولت كان سويتش 3 وسويتش 1 قالوا ان هم موجودين، بس anyway يعني انا طيب هعمل سبانينج تري بورت فاست ديفولت، بعدين سبانينج تري انا مش عايز افعل، هفعل اللوب جارد اوكي، مش عايز افعل البي بي ديو جارد. تعالوا نفعل الروت جارد، انترفيس ايثرنت وانس لا زيرو، سبانينج تري جارد، جارد ايه؟ جارد روت. تمام كده، طيب كلام جميل قوي. الجارد روت تمام معناه ان او الروت جارد يعني معناه ان سويتش 3 لو استلم سوبيريور بي بي ديو، لو انا مثلا جيت وصلت من سويتش 3 الى الاي او يو 1، هو مين مثلا بالنسبه لفيلان 10 مين الروت المفترض سويتش ايه؟ سويتش 1. طيب كلام جميل، انا مش ممكن اقلل البرايورتي بتاعت اي او يو 1 بحيث ان هي تصبح اقل من البرايمري روت او روت برايمري اللي هو سويتش 1 لفيلان 10. ممكن اعمل كده، انا ممكن اعمل كده ان انا اروح مثلا للاي او يو 1 واعدل في البرايورتي. تمام، لو انا جيت رحت كده ايه للاي او يو 1 تمام، وجيت عملت كونفيتي سبانينج تري فيلان روت لا فيلان 10 تمام برايورتي، اديله بقى قيمه في البرايورتي. تمام، ممكن اديله ايه 4096 تنفع، لان خلي بالكم مش اي رقم بياخده. تعالوا كده نحط اي رقم عشان اوريك الايه مثلا كده، هيقول لي بص انت ممكن تحط الارقام دي. تمام، دي الارقام اللي انت تقدر تحطها في البرايورتي. تمام، طب كلام جميل، فانا هحط مثلا 4096، يعني هو هنا هيصبح دو شو سبانينج تري فيلان او دو شو سبانينج تري فيلان 10 doesn't exist، انا فيلان 10 اصلا اوريدي كده مش كده مش بتكريته. تمام، طيب لو انا جيت مثلا على وانس لزيرو حولته الى ترانك بصوا هو على لا ده سويتش 3 انا ده انا وصلت على سويتش 3 اوكي مش مشكله، انا كنت فاكره موصل على سويتش 2 بس مش مشكله. لو رحت الوانس لزيرو بس لو جيت عملت نو هنا نو سبانينج تري بي بي دي يو بورت فاست بي بي دي يو جارد وبعدين انترفيس ايثرنت وانس لزيرو شت نو شت تمام اوكي دو شو في تي بي ستاتوس، دو شو في تي بي ستاتوس، انا عايز بس فيلان 10 تعمل لها ريبليكيشن.
طب انا لو جيت عملت مثلا سبانينج تري في لان 1 برايورتي 4096، اها هو ده. لو جيت عايز اشوف الروت بقى لفيلان 1، اصلا فيلان 1 مين الروت؟ هو سويتش 3. لا طب انا هخلي الروت هو سويتش 1 سبانينج تري فيلان 1 روت برايمري، تمام. وبعدين هروح الاي او يو 1. انا اصلا يا جماعه يعني انا نقلت القصه كلها على فيلان 1 لان فيلان 10 عشان يتعمل لها ريبليكيشن لاي او يو 1 ويبعت سوبيري بيديول على فيلان 10 لسويتش 3، وسويتش 3 فاعل الروت جارد، فانا لازم اشغل وانس لزيرو ده كترانك عشان يتكابير الفيلان عند اي او يو 1. طيب اروح شو سبيننج تري فيلان 1، هو المفترض الروت هنا، تمام. طيب لو انا رحت دو شو سبيننج تري فيلان 1، طيب رحت على وانس لزيرو، افرض انا مثلا ممكن اكون احول ممكن احوله لترانك او سويتش بورت ترانك انكابسوليشن تونكيو سويتش بورت مود ترانك، وبعدين هعمل سبيننج تري رو لا سبيننج تري جارد روت. اها حلو قوي. بصوا يا جماعه بيقول لك ايه، روت جارد انيبلد ان اون ايثرنت 1 سلاش 0، وبعدين يقول لك روت جارد بلوكينج بورت ايثرنت 1 سلاش 0 اون في لان 0001. يعني بيقول لك ان ايثرنت 1 سلاش 0 استلم سوبيريور بي بي ديو، هو سويتش 3 بالنسبه له مين الروت على في لان 1؟ هو سويتش 1، ولكن انا اديت البرايورتي الاي او يو 1 اقل بكتير جدا من سويتش 1 بالنسبه لفيلان 1، فالمفترض كده اي او يو 1 هو الروت، فالمفترض يكون هو الايه؟ هو الروت. طيب كلام جميل جدا. فجي يبعت سوبيريو بي بي دي يو يقول لي سويتش 3 يا سويتش 3 ادي البي بي دي يو بتاعتي انا الروت لفيلان 1. فسويتش 3 اما قارن لقى ان البرايورتي بتاعت اي او يو 1 اقل بكتير من سويتش 1 ويستحق اي او يو 1 ان هو يكون الروت، ولكن بما ان الروت جارد متفعل على ايثرنت 1 سلاش 0 مش هيعمل سكيب للبي بي دي يو اللي جايه من اي او يو 1، لان الروت جارد فايدتها ان يا سويتش 3 البورت اللي انا افعل عليك الروت جارد افعل عليه الروت جارد بالنسبه لك، البورت ده لو انا وصلته بسويتش وهو روت ما تقبلش منه، افضل محافظ على الروت بتاعك الاصلي. طبعا الكلام ده احنا بنعمله عشان ما نلخبطش الايه الديزاين والتوبولوجي بتاعتنا. طيب كلام جميل جدا. تعالوا نروح لسويتش 4. روح لسويتش 4 هنا و كونفيتي سبيننج تري. هو سويتش 4 اصلا كده كده مفتوح تيرمينال. سبيننج تري باك بون فاست، وبعدين سبيننج تري ابلينج فاست، وبعدين سبيننج تري. طبعا الباك بون فاست والابلينج فاست اصلا كده كده مش لازم ايه يتعملوا، يعني لان انا مشغل ار اس تي بي، الار اس تي بي بيسبورت الابلينج فاست والباك بون فاست، او الميكانيزم بتاعه مش بيسبورت، يعني هو الميكانيزم بتاع الار اس تي بي اصلا بيشتغل بميكانيزم الباك بون فاست والابلينج فاست، تمام. طيب اوكي انا هعمل سبيننج تري بورت فاست ديفولت سبيننج تري بورت فاست جارد لا بي بي دي يو بي بي دي يو guard default، وبعدين spanning tree loop guard default، وبعدين بس كده اروح على switch 6. على switch 6 config spanning tree loop guard default، وبعدين spanning tree port fast default spanning tree port fast ppdu guard default بس كده اعتقد يعني. واروح الى سويتش 5 اعمل نفس القصه نيبل كونفتي سبيننج تري بي بي دي يو سبيننج تري بو سبيننج تري لوب جارد ديفولت سبيننج تري بورت فاست ديفولت سبيننج تري بورت فاست ايه بقى بي بي دي يو جارد. طيب كلام جميل. بالمناسبة يعني ال بي بي دي يو جارد يغني عن ال بي بي دي يو فلتر ويغني عن ال الروت جارد، تمام. يعني انا الروت جارد انا بروح اصلا مثلا 1 سلاش 0 بقول له لو استلمت سوبيريور بي دي يو سويتش 5 لو استلمت سوبيريور بي دي يو على 1 سلاش 0 وكان فعلا السويتش هو روت فعلا على الفيلان بتاعته اللي هو بيبعت عليها،
سكيب، اعمل سكيب، افضل محافظ على الروت بتاعك اللي هو مثلا سويتش 4 يا سويتش 5 تمام. فطب انا لو عملت البي بي ديو جارد اصلا هو كده كده هيقفل البورت تمام، فالبي بي ديو جارد تغني عن الايه، تغني عن الروت جارد تمام. البي بي ديو فلتر ان انا اصلا اخلي سويتش 5 ما يعني ما يتعاملش مع اي بي بي ديو بتوصل له على وانس للزيرو، يعني كانه بيلغي السبانينج تري بروتوكول على وانس للزيرو. فانا ما بفضلش البي بي ديو فلتر، لان البي بي ديو فلتر ممكن تعمل لي لوب في النتورك بتاعتي، لان انا يعتبر كان كده قفلت السبانينج تري بروتوكول على وانس للزيرو تمام. طيب فهو لا هيبعت بي بي ديو ولا هاي بروسس بي بي ديو توصل له. طيب كلام جميل جدا. تعالوا بقى نحل التشالنجنج تيست. اول سؤال بيقول لك 3 switches are connected to one another via trunk ports assuming the default switch configuration which switch is elected as root bridge. ايه السويتش اللي هي elect هيتم انتخابه كروت بريدج for the spanning tree instance of VLAN 1؟ هل السويتش اللي فيه highest MAC address ولا lowest IP address ولا lowest MAC address ولا highest IP address؟ هو ليه ما جابليش هنا يا باشمهندس lowest priority؟ لان هو قال لك assuming the default switch configuration، يعني سويتشات نازله بديفولت priority اللي هي 32768 تمام. فهم متساويين كده كده في البريورتي، فهيتم الاحتكام الى الاقل MAC address. What does a layer 2 switch use to decide where to forward a receive frame؟ السويتش بناء على ايه بيديسايد ان هو هي بناء على ايه بيقرر انه يفورد الفريم اللي هو استلمها؟ اكيد بناء على ال destination MAC address. طيب refer to the example. Why has this switch not been elected as a root bridge for VLAN 1؟ ليه السويتش ده لما جيت عملت السيتشو سبانينج تري VLAN 1 قال لك هو RSTP تمام التمام البريورتي 20481؟ طيب ده الروت اي دي يا جماعه، ده الروت اي دي، يعني ده البريدج اي دي بتاعت البريدج اي دي بتاع الروت تمام 20481. الماك ادرس اهو. طيب كلام جميل. البريدج اي دي بتاع السويتش ذات نفسه ايه؟ 32000، فده اعلى من اللي فوق صح ولا لا؟ ده اعلى من اللي فوق، فاكيد السويتش ده ما كانش الروت لانه عنده هايست بريدج اي دي. طيب هايست بريدج اي دي او هايست برايورتي، تعرفوا لو كانوا التو برايورتيز دول متساويين كان هيبقى السويتش ده هو الروت. ليه؟ لانه لو لاحظتوا ليه اقل ماك ادرس، ده هيتم الاحتكام للزيرو اقل من الواحد، يبقى الماك ادرس ده اقل وبالتالي السويتش ده هيكون هو الروت. لكن لسوء الحظ ان البرايورتي اعلى. It has more than one interface that's connected to the root network segment. لا. It's running RSTP while elected root bridge is running to 21D. لا. It has higher MAC. لا ملوش higher MAC. It has higher bridge ID than the elected root. هو ده. تمام. Which two of these statements regarding RSTP are correct? RSTP can't operate with PVST. لا ال RSTP يقدر يشتغل مع ال PVST. احنا شرحنا الجزئية دي في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. RSTP defines new port rules. ايوة. RSTP is a proprietary implementation of IEEE 1DSTP. لا برضو. RSTP لان هو مش implementation، مش proprietary implementation IEEE. ال proprietary implementation IEEE 802.1D هو ال PVST plus، يعني سيسكو هي اللي عاملاه تمام. لكن ال RSTP ده يعتبر is compatible with the original IEEE 802.1D STP compatible. اوكي هو طبعا هنا بيقولش true تمام. بيقول لك which statement is true. بناء على اللي قدامي المفترض ده VLAN 20 RSTP ماشي، السويتش مش هو الروت اكيد، الروت اي دي 24596. طب ده 28000 اكيد ده اعلى منه في الايه في البريورتي، فده ماشي. يقول لك فاست ايثرنت 0/11 رول كونفيرمز ذات سويتش اي از روت. لا مش هو الروت، لان هو بيقول لك روت بما ان ده روت بورت، يعني البورت ده بيودي للسويتش اي على الروت، مش معناه ان سويتش اي هو الروت.
فيلان 20 از رانينج از رانينج ذا بير فيلان از بانينج 3 بروتوكول. لا اتس رانينج ار اس تي بي. ماك ادرس اوف ذا روت بريدج از 017956 دي 15 80. لا لان الخانه الرابعه 15 لا هي 2A00 تمام. 1580 ده مش الماك ادرس بتاع الروت، ده الماك ادرس بتاع سويتش اي اللي هو البريدج اي دي. ذا سويتش از نوت ذا روت بريدج بيكوز نوت اوف اول انترفيس روتس ار ديزيجنيتد. ماشي صح، لان المفترض الروت بريدج كل الانترفيسز بتاعته ايه بتاعته ديزيجنيتد. ويتش سويتش وود اس تي بي تشوز تو بيكام ذا روت. طيب تعالوا نبص هيختار من اول ايه بقى. هيختار اكيد 32768 او ده، يعني يا ايه يا بي. طيب هيختار ايه ولا بي؟ هيختار ايه، لان ايه عنده ماك ادرس اقل من بي. واتس وات از وان بنفيت اوف بي في اس تي بلس؟ ريديوسز ذا سي بي يو سايكلز فور اول سويتشز ان ذا نتورك اوتوماتيكلي سيلكت ذا روت بريدج لوكيشن تو بروفايد اوبتمايز. لا allows root switch location to be optimized per VLAN. أيوة ده معايا. Which are three statements about RSTP. RSTP port states of blocking, discarding, learning and forwarding. لا ده مش معايا. البلوك المودز دي ما بقتش موجودة في RSTP. RSTP expands the STP port rules by adding the alternate and backup rule. أيوة تمام. الباك اب طب هو ايه الباك اب رول؟ طب الالترنت ده احنا قلنا ايه الباك اب رول؟ بصوا يا جماعه يعني لو انا عندي كده ده روت تمام وده اها بفرض يعني ده بلوجت اوكي. لا بصوا احنا هنعمل حاجه احسن عشان اوريك الباك اب ده معناه ايه اصلا تمام. انا رحت وصلت جبت هب كده ووصلت الواحد طيب اهو كده هتبان احسن كده هتبان افضل اهو. دبل هعتبر ان ده بلوجد تمام او الالترنت وده اكيد ديزيجنيتد. طب لو انا جيت وصلت كيبل من السويتش ده لسه للهب فالبورت ده هيسيت نفسه كباك اب فده رول جديده في الار اس تي بي تمام. يعني انت بقى عندك روت وديزيجنيتد وباك اب تمام وديسيبلد والترنت اوكي. طيب ده كلام جميل فده معايا. RSTP significantly reduces topology reconverging time after a link failure. اكيد لان هو بقى لغى قصه الماكس ايج وبيطبق الباك بون فاست والابلينك والابلينك فاست. RSTP also uses STP proposal agreement sequence. هل ال RSTP بيستخدم Proposal Agreement ال STP Proposal Agreement Sequence؟ يعني أنا شاكك في الإجابة دي بس لا أعتقد الاختيار ده غلط لأن أصلا ال STP ال Original STP مفهوش Proposal Agreement Sequence. ال Proposal Agreement Sequence ده موجود في ال RSTP لكن هو بيقول لك هو also uses STP Proposal Agreement Sequence. لأ بل STP أصلاً ما كانش بيستعمل Proposal Agreement Sequence. RSTP uses the same timer pace process as STP. لا برضو RSTP provides a faster transition to the forwarding state. أيوة لأن هو لغى فكرة الـ blocking port. هو بيبعت الـ PBDU بعد كده يقفل الـ port ويستنى الـ proposal بعد كده يبعت الـ response إنه يفتح الـ port وهكذا. Which term describes a spanning tree network that has all switch ports in either the blocking or forwarding state. في الانتقال يعني ما بين في blocking or forwarding المفترض اللي هي convergent. Refer to the exact each of these four switches has been configured with host name as well as being configured to run RSTP. No other configuration changes have been made. Which three of these show the correct RSTP port rules for the indicated switches and the interfaces. على سويتش ايه هل او بيقول لك سويتش 3 تشوز 3 تشوز دلوقتي ده ار اس تي بي. طيب مين الروت المفترض ده سويتش ايه؟ ماك ادرس 0.13 طب 80 39
التلاتة أقل من الدي، يبقى السويتش ايه يغلب سويتش بي. طيب ويغلب سويتش دي، وتلاتة هنا السويتش سي هو المفترض هو الايه، هو الروت، لان هو ليه اقل ماك ادرس. السويتش ايه اصلا اقل من بي ودي، وسويتش سي اقل من ايه، فاكيد سويتش سي اقل من ايه ودي. طيب كلام جميل. فيصبح فاست تنزل سلاش 2 على السويتش، تعال نبص على سويتش سي، هل 0 سلاش 2 روت؟ لا ده مش روت. طب تعالى سويتش ايه، سويتش ايه فاست تنزل سلاش 1 روت، ايوه سويتش ايه ده روت، لانه الروت عندي سويتش سي. طيب سويتش ايه فاست تنزل سلاش 2 ده ديزيجنيتد. طيب عشان نقول ديزيجنيتد او لا، نقارن ده ريدندنت لينك، لازم واحد منهم يحط البورت بتاعه في وضعيه الالترنت، فالمفترض سويتش بي هو اللي هيحط، لان هو اعلى ماك ادرس، فالمفترض سويتش ايه باس تنزل سلاش 2 ده ديزيجنيتد. طيب سويتش بي جيج 0 سلاش 2 روت، لا. طب 0 سلاش 1 ديزيجنيتد، لا. طب سويتش سي فاست تنزل سلاش 2 روت، لا. طب سويتش دي جيج 0 سلاش 2 روت، ايوه، لان جيج 0 سلاش 2 اللي بيؤدي بسويتش دي اللي هو يروح للروت. طيب بيقول لك ريفير تو ذا اكزابت جيفن ذا اوتبوت شون فروم ذيس سيسكو كاتالست 2950، بيقول لك شو سبانينج تري انترفيس فاست تنزل سلاش 10 فيلان 1 هو روت، وحالته كفيلان 2 هو الترنت، وحالته ك في فيلان 3 هو روت. طيب كلام جميل. بيقول لك what's the most likely reason that interface 0 slash 10 is not root port for فيلان 2 this switch. هو المفترض طالما هو بيقول لك الترنت، تمام، بيقول لك ان هو هنا ايه الترنت، تمام. طيب كلام جميل. this switch has more then one interface connected to the root network segment in VLAN 2 ولا this switch is running RSTP while the elected designated switch is running 802.1D ولا this switch interface has higher path cost to the root bridge than another in topology. بيقول لك ان this switch interface has a higher path cost، هل لي higher path cost to the root bridge than another in the topology؟ ايوه، لان طالما هو alternate فده معناه ان الباث كوست بتاعته اقل من الباث كوست اللي بتؤدي السويتش ده ان هو يروح الى الروت بتاع فيلان ايه؟ فيلان 2. refer to the topology shown in the excerpt which ports will be STP designated ports if all links are operating at the same bandwidth. مين اللي هيكون designated؟ طيب هو مين اصلا الروت؟ تعالوا نبص السويتش بي 0 0 اف ماشي 0 وهنا سي وهنا اف، اكيد ده يبقى السويتش بي هو الروت. كلام جميل. يبقى الديزجنيتد عندي هو 0 سلاش 1 و 0 سلاش 0 و من سي ولا ايه، مين اقل منه، من اقل فيهم في الماك ادرس او في البريدج اي دي، هيكون عندي A B C D E F. فالسي اللي هو ثواني بقى، يبقى سويتش A، يبقى فاست تنزل سلاش 1 ده ديزجنيتد، و0 سلاش 0 ده ديزجنيتد، و0 سلاش 1 ده ديزجنيتد. هو خلي بالكم، هو سويتش A سويتش B ده الروت، ففاست تنزل سلاش 0 ده ايه؟ روت، فالناحية الثانية ديزجنيتد، وكذلك نفس الكلام على سويتش سي، 0 سلاش 1 ده روت، ده 0 سلاش 1 ده ديزجنيتد، لأن 0 سلاش 0 ده روت. طب تعالى بص على سويتش سي وسويتش ايه، مين منهم هيقفل البورت؟ اللي هيقفل البورت هو الأعلى في الماك أدرس. طب مين الأعلى؟ تعالى بص، هو هنا ده أوله 0 0 ايه؟ ده 0 اف 0 0 وده 0 اف 0 0 زي بعض، هنا سي هنا اف، مين الأقل؟ السي. الأعلى مين؟ الاف. فسويتش سي اللي هيبلوك البورت بتاعه، فهيتبقى لي 0 سلاش 1 ده ديزجنيتد. يبقى 0 سلاش 0 على سويتش ايه هيكون ديزجنيتد؟ لا. طب 0 سلاش 1 ديزجنيتد. طب سويتش بي 0 سلاش 0 0 سلاش 1 مع بعض، تمام. اها سويتش سي هل 0 سلاش 0؟ لا. و 0 سلاش 1؟ لا. 0 سلاش 0 على سويتش سي هيكون روت، و 0 سلاش 1 ده هيكون ايه؟ هيكون بلاكت. Refer to the exact which two statements are true of the interface on switch 1. السؤال ده احنا حليناه على فكره في المحاضرات السابقه. بيقول لك انترفيس 0 سلاش 2
زيرو سلاش 2 ده هاز بين ديسيبلد؟ لا، لان زيرو سلاش 2 واصل على سويتش، سويتش 3. تمام. طيب مالتيبل ديفايسز ار كونكتد دايركتلي تو فاستي تمام زيرو سلاش 1، مالتيبل ديفايسز ار دايركتلي كونكتد تو فاستي تمام زيرو سلاش 1؟ لا، لان زيرو سلاش 1 ده واصل على سويتش 2 مش واصل على مالتيبل ديفايسز ذات ار دايركتلي كونكتد، لان هي لو كونكتد دايركتلي مش هينفع، هي كونكتد اندايركتلي بفاستي تمام زيرو سلاش 1. يعني في اجهزه واصله على سويتش 2 وسويتش 2 واصل على 0 سلاش 1، فالاجهزه دي واصله مالتيبل ديفايسز واصله على 0 سلاش 1 اندايركت مش دايركت. طب 0 سلاش 1 از كونفيجرد از ترانك لينك؟ اكيد. تمام. لان 0 سلاش 1 لو انت بصيت المكات اللي يعرفها، واحد من فيلان 1، واحد من فيلان 3، واحد من فيلان 1، واحد من فيلان 2، فاكيد هو هنا بيشيل كذا فيلان تاج. تمام. هو هنا بيقول تشيز 2. طيب زيرو سلاش 1 از كونكتد تو ا هوست وذ مالتيبل نتورك انترفيس كاردز؟ لا. طب زيرو سلاش 5 هاز ستاتيكلي اسايند ماك ادرس؟ ستاتيكلي؟ لا. طيب ا هاب از كونكتد دايركتلي تو فاستي تمام زيرو سلاش 5؟ اكيد، لان زيرو سلاش 5 ده احنا شرحنا الجزئيه دي المره اللي فاتت. زيرو سلاش 5 واصل ب 2 ماك، ف 2 ماك ده معناه ايه؟ ان هو المفترض يا اما واصل بسويتش يا اما واصل بهاب. طب هو مش واصل بسويتش، لان لو وصل بسويتش هيظهر لي هنا في السي دي بي شو سي بي نيبر، لكن طالما مش جايب لي يبقى معناه ذلك ان 0/5 يعرف ال2 ماكس ثرو ا هاب. طيب based on the network shown in the graphic which option contains both the potential networking problem and the protocol setting that should be used to prevent the problem. البروبلم ان يحصل ايه؟ switching loop، والحل بتاعها هو الايه؟ ال STP. switching loop وال STP. which common enables RSTP switch switch port mode rapid BVST، ده حليناه في اللاب. تمام. At which layer of the OSI model is RSTP is used? الداتا لينك. ال RSTP ده layer 2 بروتوكول. Which switch provides a spanning tree designated port rule for the network segment that services the printers. فين دي printers؟ تمام تمام. واصل على access، على ده hub، وصل على سويتش 4 و 3. طيب هو مين اصلا منهم الروت؟ الروت سويتش 1. تمام. ف سويتش 1 ده هنا ديزجنيتد، ده ديزجنيتد، ده ديزجنيتد. اوكي. وسويتش 3 ده روت. تمام. فالمفترض اللينك اللي ما بين سويتش 3 وسويتش 2 ده ايه؟ ريدندنت. مين هيقفل؟ اللي هيقفل الاعلى في البرايورتي، فالاعلى برايورتي سويتش 3، فده هيبقى ديزجنيتد هنا. طيب بيقول لك provides a spanning tree designated port rule for the network segment that services the printers. مين من السويتش 4 او 3؟ تمام. هي انيبل البورت بتاعه ك ديزجنيتد، يعني البرينتر هيروح عن طريقه. تمام. طيب لان يا جماعه خلي بالكم اللينك ده، اللينك اللي ما بين سويتش 4 وسويتش 3 ده هيتقفل واحد منه بلوكد، والتاني هيكون ديزجنيتد، فبالتالي البرينتر لما تحب تطلع عن طريق الديزجنيتد بورت مش البلوكد بورت. تاني يا جماعه البرينتر واصله هنا مثلا، برينتر واصله هنا، فالبرينتر لما تحب تطلع هتطلع عن طريق ده، يعني الهب هيبعت هنا وهنا. طب هي هنا الباكت مش هتوصل، مش هتطلع مش هتدخل اصلا، يعني هياخد عملها ديسكارد لان ده بلوكت. طب فده هتروح على اكيد على الديزجنيتد، فاكيد عشان اعرف مين البورت، مين السويتش اللي هيكون عليه بورت الديزجنيتد، المفترض اللي هيكون ليه اقل برايورتي. تمام. طب مين اقل برايورتي من التاني؟ الاقل برايورتي سويتش 3 و4 متساويين في برايورتي. مين الاقل ماك؟ الاقل ماك المفترض 7 3، هنا 7 3، هنا 3، هنا 4، يبقى سويتش 3 هو اللي هيكون الديزجنيتد. تمام. يعني حتى تعالوا كده نتاكد من شو انسر، اكيد سويتش 3. تمام. طيب refer to the except at the end of an RSTP election process which access layer switch port will assume the discarding rule. تاني بيقول لك at the end of an RSTP election process which access switch port will assume the discarding rule. مين اللي هيكون في حالة ال discarding rule؟ تمام. الاكسس سويتشز عندي هو سويتش 3 وسويتش 4. طيب مين منهم المفترض واحد هيكون
يعني سويتش 4 وسويتش 3 اهو. المفترض سويتش 4 عشان يطلع للروت، تمام، الروت المفترض هو سويتش 1، فسويتش 4 عشان يطلع للروت هيطلع ليه؟ عن طريق اللينك اللي بينتهي عند اقل فاست ايثرنت، تمام. فالمفترض هيطلع من 0 سلاش 2، تمام. ف 0 سلاش 2 دي هيكون روت، و 0 سلاش 1 هيكون ايه؟ ديزجنيتد. طيب مين اللي هيكون الديستارت كاردنج اللي هو هيوازي البلوكد؟ يعني هل بقى 0 سلاش 11 ولا 0 سلاش 12؟ مين هيتقفل منهم؟ اللي هيتقفل منهم او اللي هيكون ديسكاردنج الاعلى في البرايورتي او الاعلى في الماك ادرس. طب البرايورتي متساوي، مين الاعلى في الماك ادرس؟ الاعلى في الماك ادرس سويتش 4، ف 0 سلاش 11 ده هو اللي هيتقفل. تعالوا نتاكد كده من الشو انسر، اهو فعلا تمام. which two protocols are used by bridges and or switches to prevent loops to know 2.1d وال STP. اخر سؤال، filter the exact the output that's shown is generated at a switch, which three of these statements are true. طيب طبعا السويتش ده هو الروت لفيلان 30، بيقول هنا this bridge is root. كلام جميل، بيقول لك all ports will be in the state of discarding, learning or forwarding. لا لازم تكون في حالات كلها forwarding، لان ده روت، الروت ما فيهوش الا ports designated بس. the 30 VLANs have been configured on this switch. لا بيقول لك هل في 30 VLAN have configured for this switch؟ لا ده VLAN 30. The bridge priority is lower than the default value. فعلا لان default value 32768. All interfaces are shown are on shared media. لا لا shared media دي يعني hub. لا طبعا all the designated ports are in forwarding state. ايوه the switch must be the root bridge for all VLANs on this switch. لا مش ماست، مش ماست، تمام، لان هو ممكن يكون مش روت في ليفيلان 20 مثلا. طب انا عندي بقى ده هو تشوز 3، فانا اقرب اجابه هي all ports will be in a state of discarding, learning or forwarding. طيب في اللاب النهارده او في المحاضره النهارده حلينا لاب 9، ده حلينا بقى عملنا فيه سبانينج تري سكيورتي كونفيجريشن، وكذلك حلينا ال تشالنجنج تيست. واعتقد كده احنا لمينا كل اسئله السبانينج تري بروتوكول اللي بتيجي في الامتحان الدولي. انا يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.